رغم اقتراب الهدنة في اليمن، شنت طائرات التحالف العربي غارات مكثفة في صنعاء، حيث تم استهداف مخازن للأسلحة في جبل نقم ومعسكر الصيانة ومناطق فج عطان جنوب غرب العاصمة. سقطت قذائف جديدة على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن في منطقة الخوبة في جيزان، فيما ردت المدفعية السعودية بصواريخ. تستعد الولايات المتحدة لعقد قمة مع الدول الخليجية في كامب ديفيد يغيب عنها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. قتل 20 شخصا وأصيب 30 آخرون جراء إلقاء طائرات النظام السوري براميل متفجرة على منطقة جسر الحج بمدينة حلب. المعارك مستمرة بين المعارضة المسلحة وقوات النظام في مرتفعات القلمون، وقد أسفرت عن مقتل وأسر العشرات من قوات حزب الله اللبناني. ضرب نيبال زلزال جديد بقوة 7 درجات وثلاثة أعشار درجة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلا ومئات الجرحى والمفقودين. أصبحت لوحة نساء الجزائر للفنان الإسباني بابلو بيكاسو أغلى عمل فني يباع في مزاد، بعد أن بيعت ب 179 مليون دولار. وتظهر لوحة بيكاسو 4 نساء رسمن بمزيج من الأساليب التجريدية والواقعية.